السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرسابي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أول مرة تشوفنا على القناة يا ريت تنزل تدعمنا بالاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. وطبعا لو مشترك جديد أو قديم فاللايك ده طبيعي، لازم تعمل لايك عشان الفيديو بتاعنا ينتشر، وشير للحلقة. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن لاعبنا العربي الجزائري عيسى مندي المحترف في صفوف ريال بيتيس. وطبعا الصحف الإسبانية في خلال اليومين اللي فاتوا كان تحدثت عن عيسى مندي وانتقاله الى فرقة كبيرة في اسبانيا، قطب من قطبي الكرة الاسبانية. طبعا كل الكلام ده كان في اليومين اللي فاتوا. طب عيسى مندي رايح فين؟ طب مين اللي عايزه؟ هنتكلم كل ده جوه الحلقة، وهنقول مين اللي عايزه من قطبي الكرة الاسبانية جوه الحلقة. بس طبعا قبل ما نخش على الحلقة حابب انوه عن موضوع. طبعا احنا كنا عاملين استفتاء على القناة بتاعتنا على الافضل في افريقيا والافضل في العالم. النهاردة ان شاء الله بعد الحلقة دي بساعتين ثلاثة هننزل الافضل في العالم، حلقة حلوة جدا جدا هتعجبكم، فاستنوها. واي حد اتفرج على الحلقة دي يستنى الحلقة اللي جاية، هتكون حلقة ممتعة جدا هتنزل بعديها بثلاث ساعات. يلا بينا نخش نتكلم عن لعبنا عيسى مندي. بداية عيسى مندي من اللعيبة اللي لفتوا انتباهي من اول ما تابعت المنتخب الجزائري في بطولة افريقيا وقبل بطولة افريقيا. عيسى مندي من قلوب الدفاع الجيدة جدا. عيسى مندي متألق مع منتخب الجزائر، وطبعا متألق مع ريال بيتيس، برشلونة الاسباني والتكهنات كلها والصحف الاسبانية بتتحدث عن ان برشلونة الاسباني يريد التعاقد مع عيسى مندي في يناير. طبعا برشلونة لما عيسى مندي يروح من بيتيس لبرشلونة حدث كبير جدا جدا، وطبعا حاجة كبيرة جدا جدا. عيسى مندي يستاهل فرقة اكبر من ريال بيتيس. عيسى مندي قلب دفاع قوي جدا. انا برتاح لما عيسى مندي بيلعب مع جمال بن العمري في قلب دفاع طبعا المنتخب الجزائري، وفي ريال بيتيس هو الراجل مقدم مستوى ثابت. شايف ان عيسى مندي هيبقى اضافة قوية جدا جدا بالنسبة لبرشلونة. الكلام كله بيقول ان امتيتي هيمشي، فهم عايزين يجيبوه امتيتي، وبينه وبينك هو افضل من امتيتي وافضل من بيكي اللي عامل كوارث في الفتره الاخيره. وكمان بيكي كبر في السن، يعني بيكي احنا بنتكلم عن بيكي خلاص، بيكي فاضل له حاجات قريبه جدا وحاجات بسيطه جدا جدا ويعتزل. فعيسى مندي هيكون صفقه قويه جدا جدا بالنسبه لبرشلونه. التكهنات كلها بتقول كده، نتمنى ان الخبر يبقى صحيح مليون في الميه. الكلام والصحف الاسبانيه بتتكلم وكذا موقع بيتكلم، وهسيب لكم الموقع اللي قال الكلام ده في الديسكريبشن تحت المصدر بتاع الخبر. فطبعا نتمنى التوفيق للاعبنا العربي الجزائري عيسى مندي، ويا ريت ده هيزامل ليونيل ميسي وهيلعب في برشلونه. برشلونه من اقوى الفرق على مستوى العالم في العقد الاخير، كلنا عارفين برشلونه ميسي طبعا، وميسي هيزامل ميسي. فطبعا نتمنى. كان في ناس بقى متخوفه انه يروح يقعد دكه، شفت في التعليقات لا ده احنا مش عايزينه يروح عشان ما يقعدش دكه، لا ده بيكي اللي هيلعب برده اساسي. يا جماعه بيكي فاضل له فتره قصيره، وامتيتي كده كده بالعرش، وهم ما عندهمش قلوب دفاع جيدين اساسا. برشلونه بيعاني من الدفاع، فهتكون صفقه قويه جدا جدا لو تمت، وانا بحبذ انتقاله لبرشلونه. هيفيد اللاعب جدا جدا برشلونه، واسمه هيعلى جدا جدا. نتمنى التوفيق لمحترفنا العربي الجزائري عيسى مندي، وان شاء الله ينتقل لبرشلونه ويكون الاخبار حقيقيه. ونتمنى التوفيق لكل لاعبينا العرب في انتقالاتهم اللي جايه، وان شاء الله نشوف لاعبينا العرب في تقدم اكتر واكتر. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. بس قبل ما نختم الحلقه عايز رايكم في الكومنتات، قولوا لنا رايكم في الكومنتات ان عيسى مندي يروح برشلونه ولا عايزينه يستمر مع بيتيس. طبعا كل هيقول يروح برشلونه، وان شاء الله ان شاء الله يكون الخبر صحيح. و